ومن صوت العرب نعرض أهم العناوين وحصيلة هذا الأسبوع الأول من شهر حزيران، أبدأها مع العالم العربي والعالم. في روسيا اليوم عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن شجبه واستيائه من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار كويتي يطالب بحماية الشعب الفلسطيني. وفي الرأي اليوم آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد رزان التي استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة بجنازة مهيبة. ونشرع في الشرق الأوسط، العاهل الأردني يطالب بترشيد نفقات الدولة ويدعو إلى حوار وطني شامل، كما أنه رفض تحميل المواطن وحدة تداعيات الإصلاحات المالية. وفي CNN مقالا قد نشر للكاتب دكتور عامر السبايلي تحت عنوان مخطئ من يعتقد أن معركة الأردنيين هو مع قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن مشروع ضريبة الدخل لم يكن في جوهره سوى الشرارة التي كانت كافية لإخراج كل ما في صدور الأردنيين إلى العلن بعد أن بالغت الحكومات الأردنية في الاستهتار في سياساتها الاقتصادية واعتبار الأردنيين سلعة قابلة للتدوير ومصدر دخل لا ينضب. يضاف إلى ذلك أن غياب أي رؤية استراتيجية قادرة على طمأنة الأردنيين على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم كانت أحد أهم الأسباب التي قادت اليوم للانتفاضة على نهج حكومي كامل. للأسف عانت حكومة هاني الملكي من عدة مشاكل، إضافة إلى طريقة التواصل والخطاب مع الداخل، الأمر الذي قاد البلاد فعليا إلى نقطة التأزيم الحالي. وفي فرنسا 24 نتنياهو في فرنسا ثاني محطات الأوروبية سعيا لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران. وفي الرأي اليوم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يدافع عن القمع الذي يمارسه الجيش وقتل المتظاهرين السلميين في غزة. وعلى وكالة الأناضول محامي ترامب كيم جونغ توسل من أجل عقد القمة، جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس الأمريكي إلى نظيره الكوري ونشرها البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني. قال فيها ترامب موجها خطابه إلى كيم جون أون: كنت أطلع على أن أكون هناك معك، وللأسف بناء على الغضب الهائل والعداء المفتوح المعروض في آخر تصريح لك أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة. وفي فرنسا 24 رئيسة الحكومة البريطانية تعرب لنظيرها الإسرائيلي عن قلقها حيال الوضع في غزة. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال استضافتها لنظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن أن بلادها قلقة لمقتل الفلسطينيين في الاحتجاجات الأخيرة في غزة، كما أكدت تأييد لندن للاتفاق النووي الإيراني من جانبه. وفي وكالة رويترز نشر حصري خطة للسلام في اليمن تدعو لوقف إطلاق النار وتخلي الحوثيين عن صواريخهم. وأخيرا في فرنسا 24 لجنة إسرائيلية ترفض طلب محامية الفلسطينية عهد التميمي بالإفراج المبكر عنها. أعلنت لجنة إسرائيلية رفضها طلب محامية الفلسطينية المعتقلة لدى السلطات الإسرائيلية عهد التميمي بإطلاق سراحها قبل إتمام عقوبتها. حسب المتحدثة باسم لجنة تدعم الصبية التي أدينت بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين قرب منزلها في الضفة الغربية، وتبلغ عهد التميمي اليوم 17 من العمر، وقد لفتت أنظار العالم لدى بث شريط فيديو لها في كانون الأول الماضي يظهرها وهي تضرب جنديين إسرائيليين قرب منزلها في النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.